وبعد كده اكتشفنا ان احنا في حاجة الى سكيل تاني من الكالكوليشنز. لما اكتشفنا ايه؟ ان النيوتنيوم ميكانيكس دي بتطبق على سكيل السرعات القليلة، تمام؟ النظرية السبيشال ريلاتيفيتي بتاعت اينشتاين. طيب في بعض المشاكل ستيل ما تحلتش في الفيزيكس، وفي بعض الظواهر لم يوجد لها تفسير في الوقت دوت، ظواهر كتير واخد بالك، خصوصا لما تيجي بقى تتعامل على السكيل بتاع ايه، السكيل الصغير قوي بتاع الذرات. يعني اما نيجي نتعامل على الاجسام الكبيره، جسم كبير، تجيب بقى ايه المومنتم بتاعه، تجيب الانرجي بوتنشال كاينيتك مش عارف ايه، الحاجات دي كلها كان موضوع عادي بالكلاسيكال في السرعات العاديه. طب لما سرعة الجسم اللي هو الكبير ده زادت، اضطرنا نحتاج لحاجة اسمها الريلاتيفيتي، تمام، اللي اتعاملت مع السكيل ده من السرعات. طب لما انزل بقى فوكس على بارتكلز قليلة قوي في السكيل بتاع الذرة، تمام، فشل الموضوع ده ان احنا نوجد اكسبلينيشن لحاجات كتيرة قوي، ماشي، خصوصا زي ما اتفقنا ايه، اما بنتعامل في الرينج بتاع الحاجات القليلة اللي هي سكيل الذرة. فكانت نظرية الكوانتم دي، يعني ايه كوانتم الاول؟ كوانتم يعني ايه؟ كمية محدودة، يعني كمية محددة. يعني ايه؟ يعني مثلا ما اقول لك المادة مثلا، سي ان انت بتصب مثلا مية في كوباية، ماشي؟ فانت ما بتبص لها as a whole in general، ده فلو من المية، يعني عبارة عن ايه؟ continuous flow، ماشي؟ صح؟ طب لو قعدت تكبر 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 في السيستم لحد ما بدأت تبص على السكيل بتاع الذرات، يبقى انت ده، لا ده مش كونتينيوس ميديوم بقى، ده شوية ذرات كده وعمالة تنزل، صح؟ كل واحدة لوحدها كميات، كأن الكمية دي هي الذرة الواحدة كده، فدي بتنزل ايه؟ كميات، كوانتمز، حتت على صغيرة كده. في الأول مثلا فور اكزامبل، لما جينا مثلا نتكلم عن الضوء، وكان الضوء ده عباره عن موجات ومش عارف ايه والقصه دي كلها، وبعدين بعد كده اكتشف ان الضوء ده بيتكون من ايه؟ من كميات صغيره، كميات محدده اسمها الايه؟ الفوتونات. الله، يبقى الضوء اللي هو لو قعدت تفوكس فيه وتكبر تكبر تكبر السيجنال هتلاقيه عباره عن بالسز كده اسمها الفوتونات، واخد بالك؟ فهو قال لك ان على السكيل ده انا بتعامل مع كوانتمز، كوانتمز يعني كميات محدده، وهنشرح بعد كده القصة بتاعت الايه؟ الفوتونز دي بتطلع ازاي؟ ماشي؟ كان اللي بدأ الثيوري ماكسويل بلانك، وبعد كده بقى تلاه مين؟ تلاه بقى مجموعة كبيرة من العلماء بعد كده، اينشتاين وغيرهم، عملوا ديفلوبمنت للايه؟ للثيوري دي، بس البداية كانت عند مين؟ ماكسويل بلانك، ماشي؟ زي ما قلت لك هناخد شوية رؤوس مواضيع كده نتكلم فيها، تاخد عنها فكرة، وبعد كده لو عايز انت، لو if you are interested يعني والموضوع استهواك، تقدر تتوسع فيه. اول حاجة هنتكلم عن حاجة اسمها الويف بارتكل دواليتي. يعني ايه دواليتي؟ الويف بارتكل دواليتي، ايه الدواليتي دي؟ دواليتي يعني ازدواجية. عارف اما يقول لك ايه؟ اما يقول لك الراجل ده عنده ازدواجية في الشخصية. يعني ايه ازدواجية في الشخصية؟ مع دول بحال، يعني في البيت شيخ والسجادة والبتاع، وطول ما هو ماشي يعني ايه؟ عينيه في الارض، وبره ما شاء الله عليه، حاجة حلوة يعني. الراجل ده يبقى عنده ازدواج في الشخصية، صح؟ الدواليتي يعني هي حاجة ليها شخصيتين، بتظهر بشخصيتين. ايه بقى الويف بارتكل دواليتي؟ السمري بتاعها ايه؟ ان اكتشف ان الجسيمات في بعض الاحيان بتسلك سلوك الموجات، يعني بتتصرف كانها موجه، والعكس الموجه في بعض الاحيان بتتصرف كانها بارتكل. تعال بس نشوف يعني ايه موجه ويعني ايه بارتكل. بارتكل ده زي ايه مثلا؟ بارتكل الكترون، بروتون، ذره بتاع دي كده، فيل، قطر، دي حاجة مادية يعني. والموجة زي الضوء مثلا، موجة، صح كده؟ فهو اكتشف في سكيل معين
ان في بعض الاحيان البارتكلز بتسلك سلوك الموجات، بتتصرف كانها موجه. ولكن الموضوع ده اكتشف على ايه بقى؟ انا قلت لك على السكيل، بيبان على السكيل بتاع البارتكلز الصغيره قوي. كل ما البارتكل صغرت كل ما تقدر تكتشف الموضوع ده فيها اكتر. وكانت البدايه فين؟ فاكر تجربه يانج؟ فاكر اليانج دبل سليت اكسبيرمنت؟ كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحط كده هنا ضوء ويخش من هنا سورس للضوء وسورس للضوء، فكنا بنلاقي هنا ايه؟ مجموعه من الاهداب كده. حيث الهدب اللي هو الاحمر ده، ده المضيء. تمام؟ وده المظلم. بتلاقي كده شاشه، الشاشه دي عليها مجموعه من الفرنجز. الفرنجز دي الهدوء. ماشي؟ مظلم مضيء مظلم مضيء مظلم مضيء. وده كان دليل على ايه؟ على ان حصل تداخل بناء في المنطقه المضيئه وتداخل هدام في المنطقه المظلمه. صح كده؟ تمام. جه واحد عمل تجربه فيري انترستينج. بدل ما يمشي من هنا ضوء، راح ممشي من هنا بارتكلز الكترونز. ماشي؟ طبعا تو ديتكت الالكترونز، عشان تديتكت مكان الالكترونز بنحط هنا ايه؟ فلورسنت سكرين، حاجه كده اما الالكترون يخبط فيها تشع تنور زي شاشه التلفزيون كده، التلفزيون العادي. تمام؟ فلقوا ايه؟ لقوا لما النمبر اوف الكترونز هنا بيوصل لحد معين، يزيد يعني يبقى كتير يعني انف يعني، لقوا ان هنا ايه؟ لقوا نفس القصه بتحصل بالظبط. لقوا ان هنا مجموعه من الاهداب المظلمه والمضيئه بتظهر. يعني ايه مجموعه من الاهداب المظلمه والمضيئه؟ يعني في منطقه فيها الكترونات كتير، منطقه ما فيهاش، منطقه فيها الكترونات كتير، منطقه ما فيهاش، منطقه فيها الكترونات كتير، منطقه ما فيهاش، ان سو اون. الله، طب ما الكاركتر دي مش الكاركتر بتاع البارتكل. يعني انت تتوقع ايه؟ الكترونات خارجه من هنا هتخبط هنا، والكترونات خارجه من هنا هتخبط هنا. ماشي؟ تمام؟ اما كان ضوء، الضوء كان بيحصل له سبريد اوت كده، فبتبقى دي موجه ودي موجه، وكل موجه بتعمل موجات ثانيه، والموجات الثانيه بتعمل موجات كتيره بعد كده، وبيتداخلوا مع بعض ويحصل تداخل. اكتشف بعد كده ايه؟ لما القصه دي عملوها بالالكترونز اللي هي البارتكلز، لقوا ان برضه في مجموعه بارتكلز بتتكون من هنا ومجموعه بارتكلز بتتكون من هنا، والبينهم فاضي. قول مستفاضي يعني. الله، طب ما دي الكاركتر بتاعت مين؟ بتاعت الموجات. ماشي؟ از كونكلوجن، الله، يبقى البارتكلز تحت ظروف معينه برضه ممكن تبقى تتصرف زي الموجات بالظبط. ماشي؟ ويبقى ليها بروبابيلتي ان انت توجد، ان انت توجد الكترونز هنا مور ذان هنا. وفي الحاله دي قال لك الله، يبقى نفس، يبقى القصه دي ماشي. وصار من يومها بقى ان انا الله، يبقى البارتكلز برضو ليها خصائص موجيه، وفي بعض الاحيان بتسلك سلوك الموجات العادي، الموجات اللي احنا عارفينها، واخد بالك؟ وبعد كده حد كان في رساله، حد شغال في بي اتش دي يعني في دكتوراه وكده، وقال لك طالما البارتكلز بتسلك سلوك الموجات، ممكن برضو الموجات تسلك سلوك الايه؟ البارتكلز. واقترح هذا الاقتراح، وبعد كده بنوا عليه واكتشفوا فعلا الكلام ده ايه؟ الكلام ده صح. فما تعرف يعني ايه ويف بارتكل دواليتي؟ يعني على سكيل معين البارتكلز الصغيره دي بتتصرف كانها موجه، والموجه ممكن في السكيل ده بتتصرف على انها بارتكلز او بتولد لي بارتكلز كمان. وهنعرف برضو حاجه زي دي لما نيجي ناخد الفوتو الكتريك ايه؟ الفوتو الكتريك افكت. دي كان من ضمن الايه؟ الحاجات الانترستنج يعني في الموضوع. طبعا الموضوع ده ما بيبانش غير فين؟ زي ما قلت لك في السكيل الصغير قوي. يعني مثلا السكيل بتاعنا كده، انت ماس اهو، ماس حلوه مثلا سي 70 كيلو جرام. فانت ايه؟ عليك السلام. فتيجي واحد مثلا، واحد انترستد في الفيزيكس يعني وبتاع، يقول لك خلاص مش البارتكل، مش البارتكلز بتسلك سلوك الموجات، وانا بارتكل بقى، فطول ما هو واقف يعمل كده، ما انا بقيت موجه. لا، مش هي دي القصه. القصه كلها ايه؟ زي ما قلت لك الموضوع ده بيبان، ويبان الافكت بتاعه كل ما تصغر بالسكيل.
يعني اللي هم بيسموه ايه؟ بيسموه المايكروسكوبيك سكيل. المايكروسكوبيك سكيل اللي انت تتكلم على السكيل المايكروسكوبي اللي هو تتكلم على السكيل بتاع الذرات. ماشي؟ في سكيل اكبر منه شويه بيسموه الماكروسكوبيك ام اي. ماشي؟ تمام. بعد كده كان برضو في ظاهره غريبه كانت بتحصل، حاجه اسمها ايه؟ هم سموها بعد كده ايه؟ البلاك بادي راديشن. بلاك بادي راديشن ده برضو كانت من ضمن الحاجات اللي اثارت انتباه الناس، اللي هي ايه؟ الضوء اللي بيطلع من الماتيريالز، يعني مثلا اما تسخن حاجه بيطلع منها ضوء، صح كده؟ يعني مثلا هات حته حديده وحطها على النار كده، تمام، وسيبها تسخن، هتلاقي بعد شويه في الاول هي سخنه بس مش طالع منها اي وهج، صح؟ طب شويه كمان تلاقيها بدات تحمر، بدات تلون، بقى في لون اهو، صح؟ شويه كمان ها الاحمرار ده بدا يقلب بايه؟ بزرقه، شويه 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 تسخن 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 توصل للابيض، تبقى حاجه بقى مسخنه قوي يعني بيضه، خد بالك. وما جم قاسوا الاميشن، الاميشن ده يعني خدوا الضوء اللي طالع ده، او مثلا اقول لك حاجه زي مثلا ايه، عارف اللمبه اللي هي البالب، الفيلمنت بالب دي، عارف اللمبه القديمه بتاعت اللي بتبقى الفتيله دي اللي فيها تنجستن دي، التنجستن دوت ساعتك لما بتبقى منوره بيبقى لونها ايه؟ يعني اولموست ابيض، مايله للصفره سنه كده، صح؟ طب افرض الكهرباء ضعيفه بتبقى ايه؟ بتبقى صفره قوي او محمره شويه، صح؟ تمام؟ حسب درجه سخونه الايه؟ الفيلمنت دي اللي هي بتعتمد على ايه؟ على الكرنت اللي ماشي فيه. فكل ما سخونتها تزيد تبيض. فلما جم حللوا الضوء اللي طالع من القصه دي لقوا ان الضوء ده ليه ديستريبيوشن. يعني ايه ليه ديستريبيوشن؟ يعني بص في كيرف مشهور قوي، نروح مثلا رسم لك كيرف زي كده، دي اللمبه ودي مثلا الانتنسيتي او النمبر اوف فوتونز، يروح مثلا رسم لك كيرف زي ده كده، ماشي؟ طيب ايه الكيرف ده؟ ده بيسموه السبيكتروم بتاع الضوء، بيسموه ايه؟ السبيكتروم بتاع الضوء. ايه بقى الحكايه دي؟ بص يا سيدي، او الكيرف ده بيرسموه ازاي لو انت عايز حاجه بسيطه كده، يقول لك مثلا ايه، الضوء اللي طالع ده هل هو احادي الموجه؟ يعني هل هو ليه طول موجي واحد؟ لا، ده في اطوال موجيه كتير. مش انت الضوء العادي الابيض اللي بيجي ده في كم؟ ها، اللي هو السبع الوان اللي انت عارفهم، كل واحد ليه طول موجي. طب الضوء اللي طالع من الضوء اللي طالع من اي حاجه بقى ليه اطوال موجيه كتير. فتلاقي ايه الاطوال الموجيه ازاي؟ يعني مثلا الطول الموجي الفلاني في منه كذا بارتكل، والطول الموجي الفلاني في منه كذا بارتكل، والطول الموجي ده في منه كذا، والطول الموجي ده في منه كذا، والطول الموجي ده في منه كذا، والطول الموجي ده الانتنسيتي بتاعته كذا 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 كذا، لحد ما تروح رسم الكيرف ده. يعني انت بتمسك الضوء الاول وتحلله، كانك ايه هتمسك الضوء كده وتقول ايه يا جماعه اللي ليه الطول الموجي كذا يجي الناحيه دي، طب والطول الموجي كذا يجي الناحيه دي، طب وده يجي الناحيه دي وده يجي الناحيه دي. لما تعدهم وترسمهم الطول الموجي ده في منه كذا، عارف اما ترسم مثلا ايه، ليتس سي ان انا عندي هعمل ديستريبيوشن للنتيجه بتاعتنا، مثلا انا ايه، انت خدت امتحان وكل واحد جاب كذا، فنقول مثلا كانك بتقول كذا، اللي جاب مثلا يا جماعه 20 من 20 كام واحد؟ كذا، يبقى اللي جاب 20 كذا واحد، طب اللي جاب 18 كذا واحد، طب اللي جاب 16 كذا واحد، ونروح راسمين العلاقه دي كده، يبقى دي الدرجه وده العدد، ده الديستريبيوشن بتاعك. فالشكل ده لما تبقى لمضة مع الانتنسيتي او لمضة مع النمبر اوف فوتونز ده بيسموه سبيكتروم. السبيكتروم ده تبقى انت عارف ان ايه، ان اقصى عدد او اللمضة الرئيسيه في الموضوع اللي هي بتديك اللي موجوده باكثر حاجه منها اللي هي الرقم ده. وهتعرف ان الكيرفات دي بعد كده في حاجه اسمها ازاي تجيب الافرج بتاعها، بتقلي هتاخد حاجه زي كده في فين 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 في الماث، لا statistics او حاجه زي كده، ازاي تجيب الافرج بتاعها، وازاي تجيب الموست بروبابل فاليو، وازاي تجيب الروت مين سكوير فاليو من الكيرفات اللي زي دي، هتتعلمها يعني بعد كده. المهم ايه الخلاصه ايه، لما احنا جينا نرسم القصه دي بالشكل ده، ماشي، لقوا ايه؟ لقوا حاجه ظريفه قوي، لقوا ان الكيرف
شكله كده. انت مثلا جبت حته حديده وبتعمل لها بتسخنها ماشي، فلقوا عند درجه حراره معينه الكيرف شكله كده مثلا ماشي. اقول لك ارقام بالظبط يعني، دي كانت 300 كلفن ودي كانت 600 كلفن. لقوا ايه؟ كل ما حضرتك تسخن زياده بص الكيرف يبقى شكله ازاي. البيك بتاعت الكيرف بتمشي لورا بالشكل ده، فالويف لينث اللي عندها الماكسيمم انتنسيتي بتشفت للناحيه دي تمام، وانت عندك اصلا رينج كده للضوء المرئي. عليكم السلام. رينج كده للضوء الايه؟ المرئي. الضوء المرئي من كام لكام حد فاكر؟ من 400 ل 600 مثلا او 700 نانومتر تمام. فحضرتك اول ما تيجي تسخن، اول ما تيجي تسخن درجه الحراره قليله، فتلاقي البيك الناحيه دي، فتلاقي بص يعني مثلا لو اقل من كده كده مثلا، بص البيك عماله ايه ترجع ازاي. فمثلا انت سخنت فلقيت البيك بتاعتك الناحيه دي، طب دي فين؟ دي كده بره الضوء المرئي اصلا صح؟ ما هي كده مثلا ليت سي دي 800، فعشان كده الماده ما بت ايه مش بتحمر ولا حاجه، هي سخنه بس لونها طبيعي. طيب حضرتك قعدت تسخن زياده، بص تبدا تحصل كده، يبدا البيك بتاعك تيجي عند ال 700 مثلا، ال 700 ده اللي هو ايه قريب للاحمر، تبدا الماده تحمر شويه. كل ما تسخن يحصل شيفت للويف لينث الرئيسي اللي بيطلع من الايه من الماتيريال دي لحد ما توصل للابيض، بعد كده ايه مش هتشوف ماشي. فالرينج ده كده. فهو قال لك ان جنرال بقى، ان جنرال البلاك بادي ده، البلاك بادي ريديشن ده، وهو ان هو قال لك ان اي جسم، اي جسم الثيوري دي بتقول لك ان اي جسم بيطلع منه ريديشن. ايه ده وانا بطلع منه ريديشن؟ يس. يعني قاعد بشع دلوقتي يوه كتير تمام. بس ايه بقى، هل الضوء ده مرئي ولا مش؟ الريديشن اللي بيطلع من سعادتك ده مرئي ولا مش مرئي؟ حسب درجه حرارتك. مش انت لما تبقى سخن بتحمر صح؟ ولا حد فيكم بصفر؟ ها انت بتقلب على برتقالي يا عم تمام كده. فاي جسم، بس انا الاشعه اللي بتشع مني ها عباره عن ايه؟ مش مرئيه. انا الريديشن اللي طالع مني مش مرئي. ليه؟ عشان درجه حرارتي قليله، فالبيك بتاعت الكيرف بتبقى بره الرينج المرئي بتاعي. كل ما درجه الحراره بتاعت الجسم تعلى يبدا الريديشن بتاعك البيك بتاعه تخش في الرينج المرئي، فتبدا تشوف، تبدا تشوف الريديشن ده يبدا ينور. حسب البيك بتاعتك فين؟ حسب الويف لينث بتاعها، الويف لينث بيحدد لي مين؟ اللون ماشي. يبقى اذا ان اي جسم بيشع حراره او بيشع ريديشن في صوره ليتس سي انها المفروض ضوء، ولكن الضوء ده حسب درجه حراره الجسم بيبقى في الرينج المرئي او بره تمام. تمام. وشكل الكيرف طبعا، الكيرف ده ليه ايه؟ الكيرف ده بقى ليه اكويشنز وليه حاجات كده، وعشان يطلعوا اصلا يعني هي كانت القصه ايه، ان شايفين ان الاجسام بيطلع منها فوتونات، طب ايه السبب؟ مش عارفين. طب تعالى نرسم القصه دي، نرسم القصه دي، نيجي نرسمها ثيوريتيك يعني نيجي نحسبها كده نقيسها، بيطلع الكيرف شكله كده ماشي. المشكله الثانيه ايه؟ حضرتك بقى اما ربنا يكرمك كده وتكبر وتعمل ماستر وبي اتش دي او تشتغل في الريسيرش في البحث العلمي، اما تيجي تدرس ظاهره انت بتدرسها وتفسرها فيزيائيا لازم تعمل لها ماثيماتيكال موديل. يعني ايه ماثيماتيكال موديل؟ ايكويشنز كده، تطبق الايكويشنز تديك الحاجه دي، واخد بالك؟ اما تيجي تطبق الايكويشن تديك الحاجات دي. يعني مثلا ما تيجي ترسم مثلا قانون اوم، الفولت بيساوي الاي في الار صح؟ تيجي تطبقه ثيوري كده الفولت بتساوي في الار بيديك ارقام وبيحسب لك المقاومه وكل حاجه. طب هات بقى مقاومه وجهاز اميتر وجهاز فولتميتر وارسمه، يديك نفس الكيرف المفروض، مع نسبه ايرور طبعا ناتجه من الاجهزه والحاجات دي، بس ستيل ايه القصه بقى كلها كانت ايه؟ الكيرف بيطلع كده. طب نيجي نحسبه رياضيا بالكلاسيكال فيزيكس بتاعت زمان، ما يطلعش كده، خد بالك. وده على فكره كان تفسير خطير يعني، لحد ما وصلوا في الاخر ان ايه، حد وصل لايكويشن
بترسم بيها الكيرف زي ده. الايكويشن هي مش في الانترست بتاع التوبيك بتاعك، بس انت لو دورت في سروي هتلاقي كاتب لك الايه الايكويشن وازاي تحدد البيك دي بناء على درجه الحراره. ماشي تمام. وبعد كده قال لك ايه بقى؟ قال له الضوء اي ضوء عادي عباره عن ايه؟ فوتونات. ماشي، كانه ايه كوانتم. الضوء ده كانه بلصات كده عباره عن مجموعه من الفوتون. لو بصيت له على السكيل القريب قوي، يعني انا ببص للضوء كده عادي، ده فلو نازل من الهواء عليا، طب اقعد كبر 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 في السكيل ده لحد ما توصل للمايكروسكوبيك سكيل، تلاقي الضوء ده عباره عن ايه؟ باندلز كده، اسم الباندل دي فوتون، كل باندل منها او كل بلص كده منها اسمها فوتون. وقال لك ان الانرجي بتاعت الفوتون الواحد، الانرجي بتاعت الفوتون الواحد بتساوي اتش في الفريكوانسي. تمام كده؟ بتساوي ايه؟ اتش في الفريكوانسي. و الاتش دي ايه بقى؟ حد فاكر؟ ها؟ الاتش دي، ايوه الاتش دي بلانك كونستانت. وقيمته؟ ها؟ قيمته 6.62 تقريبا في 10 اس ماينس 34، صح؟ تمام، جول في ثانيه. خلي بالك دي جول على الفريكوانسي، الفريكوانسي اللي هي 1 على الثانيه دي كده. يبقى دي مين؟ دي مين؟ دي الانرجي بتاعت الفوتون الواحد. طب هو الضوء بيتكون من فوتون واحد، مجموعه من الفوتونز، يبقى التوتال انرجي بتاعت اي ضوء ما هي الا ايه؟ ان، شوف في كام فوتون في اتش في الفريكوانسي. طب سؤال، هو ايه العلاقه بين الفريكوانسي والطول الموجي؟ ها؟ ايوه، مش انا عندي السرعه بتساوي لامدا في الفريكوانسي؟ طب لو انا بتكلم على ضوء يبقى السرعه اسمها سرعه الضوء، يبقى سرعه الضوء بتساوي لامدا في الفريكوانسي. يعني تقدر تكتب دي كده ان في اتش في سي على لامدا. يبقى انا بعد كده هتعود كده، عندي الفريكوانسي ماشي، عندي اللامدا ماشي، كده كده بجيب منهم ايه؟ بجيب واحده من الثانيه عن طريق العلاقه دي، السي بتساوي لامدا في الايه؟ في الفريكوانسي. ماشي يا شباب؟ تمام، ده كده كان كونسبت. اللي بعده كده كونسبت من الكونسبتس المهمه في الشابتر ده، برضو بيكلمك عن حاجه اسمها الفوتو الكتريك افكت، التاثير الكهروضوئي. كهروضوئي يعني ضوء وكهرباء، صح كده؟ تمام. لو سعادتك رحت مثلا احد المولات مثلا وجيت تخش الباثروم مثلا بعد ما اكلت عايز تغسل ايدك مثلا، فتلاقي حنفيه ما انتش لاقي لها، مش لاقي لها اي حاجه تفتح منها، وتخبط فيها كده تخبط فيها كده تعمل كده، تمام. وتلاقي واحد جاي، ما احنا مش عارفين، تلاقي واحد جاي راح حاطط ايده تحت الحنفيه، تحت الحنفيه شغاله زي الفل وايه ومغسل ايدك وتمام التمام، صح كده؟ لا اله الا الله، الحنفيه فيها عفريت. مين تعرض لموقف زي ده قبل كده؟ طبعا احنا يعني ايه دلوقتي بقينا عارفين، انما قبل كده مين اول مره حصل معاه القصه دي؟ ها؟ هنعمل ايه؟ نظام ايه بقى؟ ايه؟ كده مش عايزه تنزل ميه. طيب لا ده انا اقول لك على حاجه اظرف من كده بقى. ستوب. ايه؟ طيب فانت حضرتك لو رحت وبتغسل ايدك مثلا في حنفيه زي دي، فهتلاقي الحنفيه دي يبقى فيها فوتوسيل، وغالبا بتبقى ايه تحت كده في وشك كده، فحضرتك لما بتقف بتقطع الضوء عن الفوتوسيل دي، فبتبدا توصل دايره كهربيه، فتروح
فتح السنسور بتاع الايه او فتح الفالف بتاع المياه ده واشتغل. او دلوقتي كمان في الاماكن اللي بيبقى فيها عشان لتوفير الكهرباء برضو، ليتس سي ان انا عندي غرفه زي دي كده ماشي، ومعاش عايز بقى عامل كل شويه يفتح النور ويقفل النور ومش عارف ايه وكده، بيبقى فيه سنسور بيتحط حضرتك اول ما بتخش الاوضه بتروح منوره لك الايه بتروح منوره لك النور تمام. لو حضرتك سي ان مفيش اي حركه في الاوضه بعد فيو سكندز بيروح طافي لوحده، وانس ان في حركه في الاوضه بنشغله زي الفل. خد بالك، حد شافها دي قبل كده؟ ها دي سنسورز بتتباع، ما اعرفش بتتباع هنا ولا لا بس انا شفتها يعني. المهم فالخلاصه ايه، ده جاي منين يا اخوانا؟ ده جاي من حاجه اسمها الفوتو الكتريك افكت. ببساطه خالص بيقول لك ايه، لو حضرتك رحت جايب تيوب بالشكل ده تيوب كده وي ايفاكيويتد ذا تيوب، فرغناها وحطينا هنا معدن تمام، وبعدين رحنا جايبين هنا حاطين بوزيتيف فولتج هنا وهنا حطينا النيجاتيف بتاعنا ماشي، وده بيسموه ايه؟ بيسموه اميتر. تمام، بص بقى ايه اللي حصل. لو انا سمحت، المعدن ده بيبقى من انواع معينه على فكره وهقول لك ليه، لو انا سمحت للضوء ان يسقط على المعدن ده ايه اللي بيحصل؟ الاوتر ليفلز بتاعه البارتكلز او بتاعه الجزيئات او الذرات المكونه للمعدن ده بيبقى فيها الكترونز صح كده، الالكترون ده مرتبط بالذره بتاعته ببايندنج انرجي، بيسموها البايندنج انرجي اللي هي الانرجي اللي ماسكه الايه اللي ماسكه الالكترون ده في الليفل بتاعه، ودي بتبقى في الليفل الاخير الاوتر شيل بتبقى قليله الى حد ما بالنسبه للي جوه. فلو فرضنا ان انا الالكترون ده اديته الانرجي دي هتروح كسره الرابطه، ليتس سي ان الانرجي دي مثلا 3 الكترون فولت، فانا رحت منزل طاقه للالكترون فالالكترون بقى ايه، بقى الانرجي بتاعته 3 الكترون فولت تمام، وهو مربوط ب 3 الكترون فولت، فتقدر تكسر الرابطه دي فيروح يا دوبك خلع من الايه من الذره بتاعته، زي بالظبط انت مثلا تبقى مربوط بحبل في حاجه وعمال تشد، علشان تقتلع الحبل ده لازم تشد بقوه بتساوي قوه ارتباطه مع الايه مع الحيطه، او بتساوي قوه الحبل نفسه فيتقطع تمام. فالانرجي اللي نازله من الفوتون اسمها ايه؟ اسمها اتش اف صح؟ مش الفوتون جاي بانرجي، الفوتون الواحد جاي بانرجي اسمها اتش اف تمام. طب الانرجي دي بتعمل ايه؟ بص يا سيدي، هنفرض كل معدن معين ليه طاقه ارتباطه بالذره بتاعته بنسميها الورك فانكشن، بيسموها دبليو نوت. ايه الدبليو نوت دي؟ الورك فانكشن. ايه الورك فانكشن دي؟ الورك فانكشن دي هي الانرجي اللي المفروض تبذلها عشان الالكترون يسيب مكانه ويطلع من الذره، دي بيسموها الورك فانكشن، ودي ستاندرد للميتالز المختلفه ماشي. طيب فانا لو رحت ايه، لو الانرجي اللي ساقطه ساوت الورك فانكشن ايه اللي يحصل؟ الالكترون يروح سايب الذره، يا دوبك سيبته الذره بتاعته وطلع منها. طب افرض كانت اكبر منها، جزء منها سيبته الذره بتاعته، طب والجزء الثاني بيكسبه طاقه حركه تمام. فالجزء الثاني بيبقى ايه، عباره عن كاينتيك انرجي، ودي اقصى كاينتيك انرجي ممكن ياخدها في السيتويشن ده. يبقى اذا الفوتون الانرجي بتاعته بتروح في جزئين، جزء منها بيقتلع الالكترون من مكانه والجزء الثاني بيكسبه طاقه حركه تمام. يبقى انا الالكترونز بدا يطلع مثلا من هنا كده، واقوم انا ساعده كمان حاطط له بوزيتيف هنا ونيجاتيف هنا، فيبدا يتنافر والالكترون يمشي كده. طب ما في ضوء عمال ينزل، يعني في الكترونات عماله تطلع، فالالكترونات تتحرك بالشكل ده
فيحصل ايه؟ يحصل فلو للالكترونز، يعني يحصل مرور تيار كهربي في الدائرة. تمام؟ يعني عند اللحظة اللي فيها ضوء هنا يبقى في تيار ماشي في الدائرة. لو حطينا هنا اميتر مثلا او جلفانوميتر، it will detect an electric current going through the circuit. ماشي؟ تمام. ده كده الافكت ده بيسموه فوتو الكتريك افكت. ليه بيسموه فوتو الكتريك؟ عشان هو جاي من ايه؟ فوتونز، من ضوء سقطت فتحولت لي، عملت لي اكستراكشن للالكترونز اللي هي بتعمل لي كارنت، يبقى فوتو الكتريك. ماشي؟ ده بيسموه فوتو الكتريك افكت عشان الايه؟ عشان القصه دي. وبالتالي الموضوع ده كان مهم جدا، ان الفوتونات اتحولت لايه؟ لبارتكلز، او ولدت لي ايه؟ البارتكلز بتاعتي. ماشي. في كيرف كده ساعات يقول لك ايه؟ ارسم لي كيرف الفريكوانسي مع الكاينيتيك انرجي. دي الفريكوانسي بتاع الضوء اللي نازل. تمام؟ ماشي؟ هات لي كده الكاينيتيك انرجي من هنا. الكاينيتيك انرجي هتساوي ايه؟ هتساوي ال HF minus ال work function. صح؟ صح كده؟ ماشي. ركز بقى. طيب، طول ما دي اقل من دي، دي اقل من دي، فيطلع ده نيجاتيف. صح؟ يعني مفيش كاينيتيك انرجي اصلا. امتى يبدا لها قيمه؟ لما ده بيساوي ده. صح؟ ده يساوي ده امتى؟ ال HF بيساوي ال work function امتى؟ لما الفريكوانسي بتساوي قيمه اسمها اف نون. يعني عند اما يكون الضوء اللي نازل، يعني تخيل مثلا، بص انت عايز دي تساوي دي، دي رقم صغير، فده قاعد يكبر يكبر. ايه اللي يكبر في ده؟ ال H طبعا كونستنت، الفريكوانسي بتاع الضوء. انت بتسقط ضوء معين بفريكوانسي معينه، ما عملش حاجه، زودت الفريكوانسي شويه، ما عملتش حاجه، زودت 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 لحد ما الفريكوانسي دي حصل ضربها في الاتش ادتني الدبليو، بدا الالكترونات تطلع. صح؟ ما هو انت ايه؟ لازم تكسبها طاقه كفايه انها تشدها، تكسر الرابطه وتشدها. فالطاقه دي يعني بعد كده هنتكلم عن ايه؟ يقول لك الفريكوانسي تزيد، يبقى الطاقه بتزيد، ما اتش في الاف. صح كده؟ فلما بنيجي نتكلم على فريكوانسي كانك بتتكلم على الانرجي، هي 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 كل الحكايه ان انت تضرب الفريكوانسي في اتش. فبالتالي بص، قعدت تزود دي، تزود الطاقه دي، تزود الطاقه بتاعه الفوتون somehow، يعني انت عندك وسيله ان انت تزود الفريكوانسي بتاعه الفوتون اللي سقط، لحد ما وصلت دي بتساوي دي. اللحظه دي او الانرجي بتاعه الفوتون ده، لما الانرجي دي بتساوي الورك فانكشن بتاعه الميتال اللي سقط عليه، او لما الفريكوانسي في الحاله دي بنسميها اف نون. بيسموا الفريكوانسي دي بقى ايه؟ كات اوف فريكوانسي. بيسموا دي الكات اوف فريكوانسي. الفريكوانسي اللي عندها يبدا الالكترون يسيب مكانه ويطلع، البدايه. طب ماشي، يبقى انا ببدا من عندي دي، عند الكات اوف فريكوانسي بتبقى دي بتساوي دي، فالكاينيتيك انرجي بتساوي زيرو. طب كل بعد كده بقى ما تزود دي، الكاينيتيك انرجي تزيد، يبقى شكلها كده. ماشي؟ يبقى هي ايه العلاقه بين الكاينيتيك انرجي والفريكوانسي؟ علاقه طرديه. بس بتبدا منين؟ بتبدا من عند الكات اوف فريكوانسي، لان انت اتليست لازم تديله اللي يقومه ويسيبه الذره بتاعته. بعد كده كل زياده بتروح في ايه؟ زياده في الكاينيتيك انرجي. فبنسمي دي الكات اوف فريكوانسي. فما يجي يسالك في الامتحان يقول لك هات الكات اوف فريكوانسي، الكات اوف فريكوانسي امتى؟ لما الكاينيتيك انرجي بتساوي زيرو. يعني امتى؟ لما الاتش اف بتساوي الدبليو نون. يعني امتى؟ يعني الفريكوانسي دي عباره عن ايه؟ ده اف نون بتساوي دبليو على الاتش. فما اجي اسالك اقول لك هات الكات اوف فريكوانسي، ايه الكات اوف فريكوانسي دي؟ هي الفريكوانسي اللي عندها الانرجي. اهلا، ازيك يا هندسه؟ ايه الاخبار؟ اقول لك هات لي الكات اوف، الكات اوف فريكوانسي، الكات اوف فريكوانسي دي امتى؟ لما يا دوبك دي الفريكوانسي لما عندها الانرجي بتاع الفوتون الساقط بتساوي الورك فانكشن بتاعت المعدن ده. الورك فانكشن دي معروفه. ماشي؟ وبيديها لك، وغالبا بيديها لك بحاجه اسمها الالكترون فولت. ايه الالكترون فولت ده؟ ها؟ الالكترون فولت ده وحده ايه؟ افكرك، وحده ايه؟ طاقه. صح؟ وحده انرجي. الالكترون فولت
بيسموه كده اي في، وحده انرجي، بتستخدم اما اجي اتكلم على السكيل بتاع الذرات. ماشي. طب مين يقول لي الالكترون فولت بيساوي كام جول؟ ايوه 1.6×10^19 جول. ازاي يعني؟ بص كده، عايز تفكها افكرك بيها، عايز تفكها. ما هو الالكترون شحنته كام؟ 1.6×10^19 كولوم. طب والفولت عباره عن ايه؟ جول على كولوم. دي تطير مع دي، يبقى 1.6×10^19 ايه؟ جول. يبقى ال1 الكترون فولت بيساوي 1.6×10^19 جول. فهتشوفها كتير في الايه، في المسائل. فعايز تحولها حولها، عايز تكمل بالالكترون فولت. بس خلي بالك ان الاتش في الفريكوانسي، اما بتحسبها اتش وفريكوانسي بتطلع بالجول، فلازم تحولها لالكترون فولت او العكس. ماشي. يعني هو غالبا بيديك ايه؟ غالبا بيديك الورك فانكشن دي بالالكترون فولت. انت ما بتيجي تحسب الاتش في الاف او الاتش سي على لندا بتطلع جول. ماشي. لان الرقم اللي انت بتحطه بتاع الاتش عباره عن ايه؟ جول ثانيه، صح؟ بتضرب في الفريكوانسي يبقى واحد على ثانيه، السنه تطير مع ثانيه تديك جول، فده جول وده الكترون فولت. ها it doesn't work. You have to transform one to the other one. طيب يبقى احنا قلنا ايه؟ يبقى الفوتو الكتريك افكت، ببساطه خالص الفوتو الكتريك افكت ده القصه كلها فين؟ ان انا بيسقط، اما يسقط ضوء على المعدن، الضوء ده لو كفايه انه ينتزع الالكترونز من الاوتر شيل بتاع البارتكلز دي او بتاع الاتومز دي، امتى؟ لما يساوي الورك فانكشن بتاعه المعدن. الورك فانكشن بتاعه المعدن دي، الورك فانكشن بتاعه المعدن دي هي الانرجي اللي مرتبط بيها الالكترونات بتاعه الاوتر شيل مع الشيل نفسه. فلو انت اديتها لها يا دوبك تسيب مكانها وتطلع. طب لو اديتها زياده منها يحصل ايه؟ الزياده بتروح على هيئه ايه؟ كاينيتك انرجي. الايكويشن بتاعتها بسيطه خالص. ات ميك سنس ان الفريكوانسي بتاعه الالكترون اللي نازل بتساوي الورك فانكشن. طب الزياده كاينيتك انرجي. لو قال لك ارسم العلاقه بين الكاينتيك انرجي والفريكوانسي، هي علاقه طرديه هي بالشكل ده. بس بتبدا منين؟ يبدا عندي كاينتيك انرجي لما دي، لما الفريكوانسي دي تساوي الفريكوانسي اللي هي اللي لما تكون الانرجي بتساوي الورك فانكشن. ماشي. نفس القصه. ساعات يقول لك ايه؟ طب ما تجيب لي بقى اللامدا نوت سي على الفريكوانسي، الكات اوف ويف لينث، الويف لينث بتاع الضوء. يعني في ناس بتحب في ناس بتحب تشتغل بالفريكوانسي، يقول لك الفريكوانسي بتاع الضوء كذا يبقى يحصل كذا. في ناس يقول لك لا انا بشتغل بالطول الموجي، لما الطول الموجي كذا يحصل كذا. تمام. هي هي، بس هي علاقه ايه؟ عكسيه. يعني اعلى فريكوانسي يقابلها اقل ويف لينث اند سو اون. فما يجي يقول لك هات الكات اوف ويف لينث، تيجي بالكات اوف فريكوانسي وتحسبها من هنا، او شيل بس الفريكوانسي وحط سي على لامدا. ماشي. النوع ده من التفاعل بيحصل امتى؟ لما الضوء بيسقط على ايه؟ على معدن ويكون في كونديشنز معينه زي اللي احنا قلنا عليها. طيب دي كده ايه؟ جزئيه. خلي بالك، يبقى احنا خدنا ايه دلوقتي؟ تاني جزء خدنا فيه قانون اللي هو ان الاتش في الاف بيساوي ها الورك فانكشن زائد الكاينتيك انرجي. طيب الاف نود بيبقى عباره عن ايه؟ دبليو نود على اتش، اللي بيسموها الكات اوف. ماشي. طيب هنتكلم بقى عن نوع تاني من انواع الانتر اكشن بيحصل. الانتر اكشن ده عباره عن ايه؟ فوتونات اللي هو ضوء وبتانتر اكت مع ماتيريال. طب في نوع تاني من الانتر اكشن بيحصل؟ في نوع تاني من الانتر اكشن بيحصل، حاجه بنسميها الكوانتم افكت، تأثير كوانتم. ماشي. ببساطة خالص القصة دي اتعملت على الجرافايت، ذرات الجرافايت. عملنا شايننج ليها بإكس رايز، وما تبص بقى على السكيل بتاع الايه؟ بتاع الالكترونات. تعالى تخيل ان انا عندي الكترون كده في الجرافايت، والالكترون ده اسقطت عليه فوتون اتش في الاف. تمام. ايه اللي هيحصل؟ بيحصل الاتي، بيحصل ان الالكترون ده بارتكل وده فوتون، فبيحصل ان الالكترون ده بيرتد بطريقه معينه. عارف انت لما تكون بتلعب بلياردو، ها
وتخبط الكرة كده بتاعت البلياردو، فانت ايه بيبقى فيه بروبابيلتي، ما انت مش عارف الكرة اللي خبطتها دي تمشي ناحيه فين، ساعات بتمشي كده ساعات بتمشي بزاويه ساعات بتمشي بزاويه كده ساعات بتمشي بزاويه كده ان سو اون. فهنفرض ان ده اما خبطته بالالكترون ده كان ده العصايه اللي بضرب بيها ودي البليارد بول بتاعتي، فراحت ماشيه ليتس سي انها بسرعه فاي مثلا بانجل فاي. طب السؤال بقى، هل الفوتون هيمشي برضه في سكته؟ لا، ده الفوتون برضه بيحصل له ايه؟ سكاترنج، بعثره، بيتبعثر. تبعثر يعني ايه؟ بغير اتجاهه. فيحصل ان الفوتون يتبعثر مثلا بالشكل ده، ده بنسميه الريكويلد الكترون، وده بنسميه السكاترد فوتون، الفوتون اللي حصل له تبعثر. والانجل بتاعت السكاترنج انجل هنسميها ثيتا. ماشي؟ السؤال بقى، المنطق بيقول لو الفريكوانسي اللي سقطه اسمها اتش في الاف بتاعت او سوري الانرجي بتاعت الفوتون الانسيدنت فوتون، ده بنسميه الانسيدنت فوتون، لو الانسيدنت فوتون الانرجي بتاعته اتش في الاف، تتوقع ده اتش في الاف داش مثلا، تتوقع ان الفريكوانسي بتاعت السكاترد فوتون تبقى اكبر ولا اقل من الفريكوانسي بتاعت الانسيدنت فوتون؟ ها، اكبر ولا اقل؟ بالظبط. ما هو طبيعي يا ريس، حتى قوانين المومنتم العاديه خالص بتقول لك ايه؟ ان انت اما خبطت ده فقدت فيه شويه طاقه من عندك، صح؟ الطاقه دي راحت فين؟ اديته كاينتيك انرجي. مش هو ده، لا مش ده كان واقف، هي الطاقه بتروح في الهواء كده، صح؟ اتس ا كونزرفيشن اوف انرجي. فالكاينتيك انرجي اللي هو خدها بتتخصم من الانرجي اللي ده جاي بيها ويديك مين؟ السكاترد فوتون. يعني حضرتك تقدر تكتب ريليشن باي لوجيك، تقول ايه؟ تقول الاتي، ان الانرجي بتاعت الفوتون اللي ساقط بتساوي ايه؟ بتساوي الانرجي بتاعت الفوتون السكاتر زائد الكاينتيك انرجي، هي دي المعادله بتاعتي. ماشي؟ دازنت ميك سنس. عندي فوتون جاي بطاقه اسمها اتش اف، ماشي، ادى الالكترون طاقه حركه، يبقى الباقي هو الفوتون، طاقه الفوتون اللي باقيه. تمام؟ تمام. طيب تقدر برضو تكتبها كده على فكره، اتش في السي على لامدا بتساوي اتش في السي على لامدا داش زائد الكاينتيك انرجي، تكتبها كده، صح؟ طيب قلت لك انا هنا خلي بالك ان الفريكوانسي اكبر من الفريكوانسي داش. ماذا عن الطول الموجي؟ العكس. يبقى اللامدا واللامدا داش العكس، الطول الموجي بتاع الضوء اللي حصل له سكاترينج اكبر من الطول الموجي بتاع الضوء التاني. اكبر مين يا عمي؟ مش هي الانرجي قلت؟ ايوه، ما هم الانرجي تقل معناها ان الطول الموجي زاد، والعكس في الفريكوانسي. ماشي يا رجاله؟ في ايكويشن هتلاقيها عندك. طب سؤال بقى، سؤال، الفرق هنا بين دي ودي بيعتمد على ايه؟ الفرق بيعتمد على الزاوية دي فقط، خد بالك، الفرق بيعتمد على قيمة الزاوية دي. طب الفرق اجيبه ازاي؟ الفرق حضرتك في ايكويشن بتوصف لك ازاي تجيب الفرق بين اللامدا دي واللامدا دي. الايكويشن دي البروف بتاعها مش عليك، الايكويشن دي بتقول لك ان اللامدا داش ماينس اللامدا اللي هو دلتا لامدا، يعني التغير اللي حصل في الطول الموجي بيساوي اتش على ام سي مضروبه في 1 ماينس كوساين ثيتا. دي الايكويشن، هي ليها بروف بس مش ايه، مش عليك. ازاي تجيب فرق اللامدا؟ طبعا لو جبت فرق اللامدا تقدر تجيب ايه؟ ها، فرق الفريكوانسي. ماشي؟ فانت ممكن، يعني هي القصه ايه، ان انت هتحسب دي اتش سي على لامدا واتش سي على لامدا وتقعد تلعب في الكاينتيك انرجي دي شويه وتجيبها بدلاله الزاويه هيديك الايكويشن ده. ماشي؟ هي مش صعبه يعني، ماثيماتكس عاديه. المهم، فعايز تجيب بقى اللامدا دي، فرق اللامدا دي اكبر من دي بكام؟ هي دي العلاقه اللي بتربطها. تلاقي ايه بقى؟ اتش
ام سي دول كونستانتس ماشي دول كونستانتس ده بيسموه انت عارف بيسموه الكوانتوم ويف لينث بتاع الالكترون الكونستانت ده بيسموه الكوانتوم ويف لينث بتاع الالكترون وده قيمته لما تحسبه لان انا عندي ايه الاتش معروفه والماس بتاع الالكترون انا بتكلم خلي بالك دي بتحسب مين الماس بتاع الالكترون معروف والسي معروفه فدي لو حسبتها بتطلع كده بتطلع 2.43 × 10^-12 ده رقم معروف يبقى وانس ان حضرتك عرفت السكاترنج انجل خلي بالك خلي بالك الانجل دي مين في دول دي الانجل دي الريكويل انجل دي الانجل اللي ايه اللي شفت بيها الالكترون لما مشي طب ودي الانجل اللي الفوتون سكاترد بيه انا بتكلم على الانجل دي يبقى هي بتديبند على السكاترد انجل بتاعت مين او السكاترنج انجل بتاعت الفوتون كوساين الزاويه تلاحظ بقى بص يعني مين يقول لي كده امتى الدلتا دبليو تبقى ماكسيمم لما الترم ده يبقى ماكسيمم هو ده كونستانت طب ده يبقى ماكسيمم امتى اقصى حاجه لده هي اقصى حاجه للكوساين بتتراوح من كام الكوساين من سالب واحد لواحد صح لما تحط القيمه بواحد واحد ناقص واحد بزيرو صح يبقى مفيش فرق صح طب امتى الكوساين بتساوي زيرو كوساين ثيتا بتساوي زيرو امتى 90 تمام لما الزاويه بتساوي 90 طيب طب امتى تساوي ماينس 1 ها تبقى 180 لما الثيتا دي بتساوي 180 180 يعني ايه يعني الفوتون راح ورجع لك تاني ماشي ما حصلش اي زاويه ده هو راح ورجع تبقى الزاويه دي بص الزاويه دي كده 180 درجه هيبقى رجع لك كده تاني ده الماكسيمم ديفرنس اللي بين ماشي فده برضو ايه ممكن يجيب لك مساله ويقول لك هات لي الماكسيمم او هات لي المينيمم بيبقى امتى وده امتى تمام خلاصته زي ما قلت لك هي الايكويشن دي طب السؤال اسالك سؤال بقى يعني برضو ايه انا عمال كاني ده السكيل بتاع الذره وده بيحصل مش عارف ايه الحاجات دي بتحصل يس فعلا يعني الفوتو الكتريك افكت والكوانتوم ده بص بقى ده نوع من انواع التفاعلات بص بيسموه الانتر اكشن بتاع الفوتونز مع الماتر مع الماده في لو جبت فوتون ضوء واسقطته على ماده بيحصل ايه بيحصل واحد من تفاعلات ثلاثه ايه هو التفاعلات الثلاثه يا اما يحصل ده يا اما يحصل الكوانتم سكاترنج دوت يا اما بيحصل حاجه ثالثه اسمها البير برودكشن البير برودكشن ده ان انا بيتولد عندي الكترون وبوزيترون وبعدين ليهم كل واحد ليه طاقه معينه بس ده مش عليه وده بيبقى في سكيل امتى لو الفوتون اللي داخل ده طاقته عاليه جدا محتاج طاقه كبيره ماشي طب الكلام ده طب اعرف ده بيحصل ازاي وده بيحصل ازاي الكلام ده بقى ليه كيرفات ليه كيرفات ليه كيرف كده يقول لك البروبابيليتي بتاعت ان ده يحصل اصل خلي بالك الحكايه دي كلها ايه كلها بروبابيليتيز احتماليه ان ده يحصل مثلا 60% احتماليه ان ده يحصل 30% and so on طب الاحتمالات دي بتعتمد على ايه على الانرجي بتاعت الفوتون اللي ساقط وعلى نوع الماده فلو انت انترستد في الموضوع ده زي ما قلت لك تعالى وانا اقول لك ريسورسز تقرا منها الكلام ده تمام هي تبقى صعبه شويه بس ايه اتس فن يعني ماشي فزي ما قلت لك القصه دي بتبقى بروبابيليتيز احتماليه شعاع ضوئي ساقط على ايه على بيدرسوها على فكره الجماعه بتوع الهندسه النوويه ليه لانه مثلا عنده ماتيريال معينه والماتيريال دي ليتس سين بيحطها في مفاعل فبيشع بيسموها ايه بيشععها اشعاعها يعني ايه يعرضها الاشعاع يعني تمام فبيشععها اشعاع مثلا ليتس سين هي هيعرضها الجاما ريز الجاما ريز دي عباره عن فوتونات طب الفوتونات دي هتانتراكت مع الماتيريال ازاي ماشي باحد الطرق الثلاثه دي يا اما يحصل فوتو الكتريك افكت يا اما الالكترون اللي جاي ده سوري الفوتون اللي جاي ده يطلع الالكترون من مكانه وبيبقى بتربطه الايكويشن دي يا اما الالكترون اللي جاي ده يروح سوري الفوتون اللي جاي يروح خابط في الكترون ويروح عامل لي سكاتر زي مين ويحصل له سكاترنج زي الايه الفوتو الكتريك زي الكوانتوم سكاترنج اللي بيحصل دوت بنفس الزوايا بتاعته ده بيحصل ازاي وده بيحصل ازاي قلت لك القصه دي ليها كيرفات فانت قبل ما تشتغل على قصه زي دي بتعمل ايه بتجيب الكيرف بتاع الماده اللي انت هتشتغل عليها وتشوف الكيرف بتاع الفوتو الكتريك افكت بيحصل ازاي عند الانرجي دي البروبابيلتي بتاعت حدوثه كذا وبتشتغل على هذا الاساس ماشي
الفوتون بيمتص، بمعنى يعني هو ان مبيبقاش الفوتون اصلا يعني. ما هو ما هو الفوتون ده ايه بيمتص في ايه؟ في انه كسر الذره. تمام؟ لا هنا ما بيمتصش، هنا بس ايه بيخبط فيها كانك خبطت بالظبط، كان كره بالرياضه خبطت في الثانيه. تمام كده؟ فبيحصل له ايه؟ انه جزء منه بيحول كده ماشي، والباقي بيروح فين؟ بيكسب هذا الالكترون طاقه. واخد بالك؟ ده جزء منه بيمتص على قد ايه؟ على قد اللي يكسر الرابطه. طب والباقي الثاني بيحول، بيدي الالكترون ده كانتيك انرجي. ماشي؟ بالمناسبه في بعض الاحيان يجي لك في مسائل يقول لك ايه؟ بص كده. في بعض الاحيان يجي لك يقول لك ايه؟ انا عندي مثلا ساعات يقول لك في حاجه كده اسمها الستوبنج فولتج، عشان لو شفتها في مسائل. ايه الستوبنج فولتج ده؟ يعني ايه ستوب؟ جهد التوقيف. اقول لك حاجه، فاكر زمان لما كان يقول لك ايه؟ لما يكون عندي مثلا شريحتين كده موجب وسالب وعندي الكترون عايزه يمشي كده، مش انت كده بتعمل بيقول لك ايه؟ الالكترون ده عملت له اكسلريتنج على فرق جهد اسمه دلتا في، صح؟ وكنت اقول لك ايه؟ هات لي الكاينتيك انرجي. كنت بجيبها ازاي؟ كنت بتقول لي ان الكاينتيك انرجي اللي اكتسبها بتساوي الكيو في الدلتا في. تمام؟ فاكر القانون ده؟ ها؟ ها؟ عندي نقطة ونقطة. في قانون اسمه قانون بقاء الطاقة. بيقول لك إيه؟ الكاينتيك والبوتنشال انرجي عند واحد لازم يساوي الكاينتيك والبوتنشال انرجي عند اثنين. فبتقول كده الكاينتيك انرجي عند واحد زائد البوتنشال انرجي بتساوي الكاينتيك انرجي عند اثنين زائد البوتنشال انرجي عند اثنين. صح؟ تمام؟ تمام. طيب هات الكاينتيك انرجي، ليتس سي ان هو بدا من سكون، يبقى كاينتيك انرجي واحد بزيرو. صح؟ طب الكاينتيك انرجي النهائيه بتساوي كام بقى؟ ودي دي الناحيه الثانيه يبقى يو واحد ماينس يو اثنين. طب البوتنشال انرجي بتاعه شحنه موجوده في الجهد اسمها ايه؟ كيو في الفي. لما تضرب الشحنه في الجهد دي اسمها البوتنشال انرجي، الالكتريك بوتنشال انرجي. طب يو واحد يعني الشحنه في الفي واحد ناقص يو اتنين نفس الشحنه بس في الفولت الجديد، فحضرتك بتروح واخد الكيو عامل مشترك دلتا في، يديك مين؟ كاينتيك انرجي. دي اخدناها في شابتر البوتنشال السنه اللي فاتت. كانت خلاصتها ايه؟ ان انا لما احب اعجل شحنه، يعني ايه اعجلها؟ ازود سرعتها، بتعمل ايه؟ دخلها على فرق الجهد، هيحصل لها تعجيل، هيحصل لها زياده في الكاينتيك انرجي بتساوي ايه؟ الشحنه في فرق الجهد اللي اتعجلت عليه. تمام كده؟ فانا لما عاوز اعجل شحنه زي دي اديها كاينتيك انرجي بتساوي الشحنه في فرق الجهد. طب لو الشحنه دي اسمها الكترون يبقى ايه في الدلتا في؟ حيث الايه شحنه الالكترون. ماشي كده؟ تعال بقى نرجع للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه تاني. فانا بقول لك ايه؟ مثلا دي كده ادي الكترون اهو. تمام؟ فاول ما طلع اديته فوتون، جزء منه كسر الرابطه وجزء اداله كاينتيك انرجي، فهو دلوقتي عنده كاينتيك انرجي معين. لو انا عايز اوقف الالكترون ده، عايز اوقفه اعمل ايه؟ اديله كاينتيك انرجي العكس. يعني بص انت واحد زميلك جاي يجري كده فانت عايز توقفه فبتزقه كده، صح؟ عشان توقفه كومبليتلي تو ستوب ات يو هاف تو جيف ات ا ريفرس كاينتيك انرجي، صح كده؟ طيب يبقى انا عشان اوقف ده جايب بكاينتيك انرجي جاهز. طيب ده سالب الالكترون، اروح انا حاطط له سالب هنا وموجب هنا عشان عكسه، عشان هو جاي ماشي كده، عشان هو جاي يمشي كده يلاقي الكتريك فيلد شكله ازاي. عندي الكتريك فيلد دلوقتي، احنا قلنا ده كده الالكتريك فيلد بتاعي اتجاهه كده، فيتاثر بفورس هو اتجاهها كده، يبقى دي الفورس اللي عليه مش الالكتريك فيلد. الالكترون بتاثر، الشحنه السالبه بتتاثر بقوه عكس المجال. فحضرتك ده جاي لك ماشي كده، في الكترون جاي ماشي كده، فحط له الكتريك فيلد في طريقه عشان يتاثر بقوه عكسه، فالفورس اللي اتاثر عليه كده. فيجي يقول لك كده،
هات لي قيمة الفولت اللي توقف ده هنا. يعني لما يوصل هنا يكون فقد كل طاقة الحركة بتاعته. طب دي عملها ازاي؟ اقول لك يا سيدي، مش هو جاي بطاقة حركة اسمها كينيتيك انرجي، ها، وانت عايز توقفها، ادي له طاقة حركة عكسية. طب طاقة الحركة العكسية دي بجيبها ازاي؟ عارف التعجيل؟ بنعمل حاجة زي التعجيل بس يبقى اسمها تثبيط، نثبط حركته، يعني نقعد نقللها نقللها، هتبقى هي برضو الاي في الدلتا في، بس بنحط البولاريتي مقلوبة عشان توقفه. يعني الخلاصة ايه؟ ان انت بتدي له كينيتيك انرجي كهربية بيساوي الكينيتيك انرجي اللي هو جايبيه. الفولت ده، فرق الجهد ده بنسميه الستوبينج فولتج عشان توقفه. ماشي؟ فلو جه قال لك هات الستوبينج فولتج بتعملها ازاي؟ بتشوف الكينيتيك انرجي اللي هو خارج بيها، بجيبها منين؟ بالمعادله دي. هو الفوتون كان طاقته كذا والورك فانكشن كانت كذا، فحضرتك بتروح جايب الكينيتيك انرجي. جبت الكينيتيك انرجي دي، ايوه، هدي له بقى كينيتيك انرجي معاكسه عن طريق فرق الجهد. طب الكينيتيك انرجي بتاعت فرق الجهد اسمها ايه؟ اي في الدلتا في. عندك شحنه الالكترون وعندك دي، تجيب الدلتا في. ده يبقى اسمه الستوبينج فولتج. انا دي جت في، شفتها انا في مساله قبل كده. ماشي؟ تمام، خلاص كده. في مشكل يا شباب؟ لحد كده في مشكله؟ ماشي. البارتكل دواليتي، الازدواجيه بتاعه الويف، وان الموجه بتسلك سلوك البارتكلز والبارتكلز بيسلك سلوك الموجه. طيب البارتكل بيبقى ليه مومنتوم، كمية تحرك اللي هي بتساوي ايه؟ ام في الفي. ولو احنا بنتكلم في رينج الريلاتيفيستك يبقى ام على الجذر التربيعي الواحد ماينس في سكوير على سي سكوير في الفي. صح كده؟ طيب، طب لو انا عندي، لو انا عندي بقى ده المومنتم، انت تقدر تجيب المومنتم بتاع البارتكل بسهوله، ام في الفي. طب لو عندي ويف اجيب المومنتم، عندي ضوء اجيب المومنتم بتاعه ازاي؟ الضوء طبعا ايه، استحاله ان انت تجد الضوء في حاله سكون، وبالتالي ملوش ريست ماس. طب هو بيتحرك، الثيوري بتقول ان ليه ماس، خد بالك، مش ماس بقى، ما بنعرفوش كانها ماس، كانها ليه مومنتوم. طب المومنتوم ده اجيبه ازاي؟ بص يا سيدي، مش احنا المومنتوم بتاع اي حاجه بتتحرك بسرعه كبيره المومنتوم بتاعها بيساوي ايه؟ حد يفكرنا كده؟ ام في الفي على ايه؟ جذر تربيع الواحد ناقص في سكوير على سي سكوير، صح؟ تمام. طيب والانرجي، التوتال انرجي بتساوي ايه؟ حد فاكر؟ ها؟ ايوه، ام سي سكوير على الجذر التربيع الواحد ناقص في سكوير على سي سكوير، صح؟ الريست انرجي من غير دي، هتقسم على دي يبقى اسمها التوتال انرجي. طب ما تقسم لي كده البي على الاي يساوي ايه؟ البي على الاي هيساوي ايه بقى؟ ام في على ام سي سكوير، يعني بيساوي ام على ام دي ترمى على ام يديك في على سي سكوير، صح؟ يبقى اذا لما تيجي تقسم المومنتم على التوتال انرجي بتساوي في على سي سكوير. طيب لو انا بتكلم على فوتون، الفلوستي بتاعته بتساوي ايه؟ الفلوستي بتاعت الفوتون هي سي، يبقى فور فوتون الفي بتساوي سي، يبقى المومنتم تقسمه على الانرجي يديك ايه بقى؟ سي على سي سكوير، يعني واحد على سي. تمام؟ سمي دي مثلا رقم اتنين ودي واحد مثلا. ماشي يا اخوانا؟ طيب يعني حضرتك من هنا، من هنا تقدر تقول لي ان المومنتم عباره عن ايه؟ هنا يبقى المومنتم عباره عن ايه؟ اي على سي، توتال انرجي مقسومه على السي. طب مش الانرجي عباره عن اتش في الفريكوانسي على سي، صح كده؟ طب مش ممكن تكتبها كده؟ اتش على سي على الفريكوانسي، صح؟ يبقى المومنتم بتاعك بيساوي ايه بقى؟ اتش على ايه؟ ها؟ على الامر. يبقى المومنتم بتاع الفوتون، ماشي، بيساوي ايه؟ ما بجيبهاش بقى بدلاله الماس لان انا ما اعرفلوش اصلا ريست ماس،
ملوش ريست ماس اصلا. تمام؟ فالمومنتم بتاع الفوتون بنجيبه عن طريق ايه بقى؟ بنجيبه عن طريق اللامدا بتاعته، الطول الموجي بتاع الفوتون ده. فالمومنتم بتاعه عباره عن اتش اللي هي بلانك كونستانت مقسومه على مين؟ على الايه؟ على اللامدا بتاعته. تمام؟ ومنها بقى قال لك الله، يبقى كده نفس القصه دي. جه واحد اسمه ديبرولي، ديبرولي دوت قال لك الا ما هو من نفس القانون ده. يعني تقدر حضرتك تقول لي ان اللامدا بتساوي ايه بقى؟ اتش على المومنتم. مش انت بتقول لي ان انت تقدر تجيب المومنتم بتاع الفوتون من العلاقه اتش على لامدا؟ وانا قلت لك قبل كده ان في ديواليتي بين الفوتونز وبين البارتكلز، يبقى انا اقدر اجيب لو عندي بارتكل بيسلك سلوك الموجات فطول الموجي بيساوي اتش على المومنتم بتاعه، واخد بالك؟ وسماها لامدا دي. ايه اللامدا دي؟ دي بيسموها ديبرولي ويف لينث. ايه الديبرولي ويف لينث ده؟ اللي هو الويف لينث المصاحب للبارتكلز وهي بتتحرك. مش قال لسه قايل لك البارتكلز بتسلك سلوك الموجات، والدلاله التجربه اللي احنا عملناها هنا بتاعت مين؟ بتاعت يانج، بس اتعملت ببارتكلز بالكترونات. طب لو عايز تجيب الطول الموجي المصاحب للعمليه دي نجيبه ازاي؟ ما هي مش موجه، ده هو المفروض انه بارتكل، بس ليه طول موجي؟ طول الموجي بنسميه الديبرولي ويف لينث، اللي هو بيقول لك ان اللامدا ديبرولي بتساوي ايه؟ اتش على بي. ايه البي دي؟ المومنتم بتاع الايه؟ بتاع الجزء اللي بيتحرك ده. ماشي؟ في مشكله؟ تمام. ده بيسموه الديبرولي ويف لينث. بعد كده جه واحد اسمه هايزنبرج. اسمه ايه؟ هايزنبرج. وحط لك مبدا، هو مبدا فلسفي شويه، اسمه ايه؟ مبدا عدم التاكد. ايه مبدا عدم التاكد ده؟ بيسموه الانسرتينتي برينسيبل بتاع هايزنبرج. هايزنبرج انسرتينتي برينسيبل. ماشي؟ خلاصته ايه؟ بص يا سيدي، هو بيقول لك ايه؟ لو انت عندك الكترون somewhere، يعني تقدر تحدد لي مكانه كويس؟ يعني تقدر تقول ان الالكترون اهو، ماشي؟ ما هو انت عشان الالكترون ده عشان تقيسه او عشان تشوفه او عشان تديتكتت محتاج ايه؟ تولز، صح كده؟ وغالبا بتبقى في السكيل بتاع الايه؟ الميكروسكوب الالكتروني والحاجات دي. والتولز دي بتستخدم فوتونز، اكس راي، وات ايفر. ما هو انت عشان تسلط عليه فوتون اصلا، الفوتون ده هينتر اكت معاه بالانتر اكشنز اللي احنا شفناها قبل كده، فهيغير مكانه، فانت على ما تقول اهو هيكون هو غير مكانه اصلا. So you cannot be certain about the position. ماشي؟ او عايز تحسب مثلا المومنتم بتاعه، لو انت حسبت المومنتم بتاعه بقيمه معينه قال لك ما تقدرش تحسب الايه؟ البوزيشن بتاعه فين. ولو فرضنا ان انت قدرت تحسب البوزيشن كويس ما تقدرش تحسب ايه؟ المومنتم بتاعه. فهو البرنسبل ده كان علاقه شكلها كده. هو المفروض ان ليه بروف عندك في الكتاب كده، بس ايه؟ اعرف لي الشكل النهائي للايكويشن وخلاص. ماشي؟ الشكل النهائي للايكويشن احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ نمسح بس حاجه من دول. امسح دي. ماشي؟ هايزنبرج انسرتينتي. هو حسبها ازاي؟ هقول لك انا حسبها ازاي، هديك فكره كده بس ايه؟ بس المعادله بتاعته بتقول لك الاتي. المعادله بتاعته بتقول لك انا اعرف ان المومنتم اسمه بي، صح كده؟ المومنتم اسمه بي. طيب اللي تشينج في المومنتم او الانسرتينتي في المومنتم هنسميها دلتا بي. ففي الجزء ده لما يقول لك دلتا بي معناها الانسرتينتي، يعني انت مش متاكد بنسبه كام. يعني مثلا ايه؟ انت متاكد بنسبه 90%، يبقى مش متاكد بنسبه كام؟ 10%. تمام كده؟ تمام. فالترم ده بنسميه دلتا بي.
دلتا بي لما تضربه في الدلتا واي ده عدم التاكد في المومنتم، وده عدم نسبه عدم التاكد في الايه، في البوزيشن المكان اللي هو الواي او اكس يعني وات ايفر. الكلام ده اكبر من او يساوي اتش على 2 باي، والاتش على 2 باي دي ساعات بيسموها كده اتش بار، لو مكتوبه كده تعرف ان دي اتش على 2 باي. ماشي؟ طيب زي ما قلت لك، ولي فورما تانيه على فكره، ليه بروف تاني او ليه او بيربط حاجتين تانيين، اللي هو بيقول لك ان الدلتا اي في الدلتا تي برضو اكبر من اوي اتش على 2 باي او اتش بار. ليه تو فورمز بس الاشيع استخداما، واللي احنا مين اللي بنستخدمها في المسائل دي اللي بتيجي في المسائل. ايه ده، هو بيجي عليه مسائل؟ يس. ماشي، خلاصته ايه؟ زي ما قلت لك يعني، بص هي الشغلانه فين، الشغلانه فين؟ ان انا مثلا فتحه اهي وادي كده، مش انا قلت لك اما كنا بنعدي ضوء كان بيحصل ايه؟ اما كنا بنعدي ضوء من هنا كان بيحصل الديفراكشن العادي بتاعنا اللي هو ده النموذج بتاع التداخل ده. طب ما احنا قلنا لو عديت برضو الكترونات في سكيل صغير وبكميه معينه بيحصل برضو تداخل، تاخد تداخلات زي دي كده، وده اللي وي بروفد ذات ان البارتكلز برضو بتسلك سلوك الموجات من القصه دي. طيب السؤال بقى، بص في الكترون داخل من هنا، اول ما بطلع من هنا ماشي، ما تقدرش تجزم هيخبط فين هنا، ما تعرفش. بس انت عارف ايه؟ ان المنطقه اللي بيبقى فيها هاي دنسيتي من الالكترونز هي المنطقه دي، صح؟ ليه؟ عشان هي دي اللي بتبقى السنترال ريجن، فدي فيها اكتر عدد من الالكترونات اللي هتخبط. طيب هو هيخبط فين بقى هنا بالظبط؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ اي دونت نو، ما اعرفش، صح؟ يبقى انت يو ار انسرتن اباوت ذا بوزيشن، اي دونت نو وير اتس جونا بي، اتس جونا هيت ذا سكرين، انا مش عارف بالظبط. ففي نسبه انسرتينتي في الايه؟ في البوزيشن، وفي نسبه انسرتينتي برضو في المومنتم. المومنتم اللي هو ايه؟ الماس في الفي، لو الماس كونستانت يبقى انا ما اعرفش سرعته هتبقى هيطلع بسرعه كام بالظبط، ممكن كذا ممكن كذا، فيبقى في نسبه يعني كان بنسميها ايه، نسبه ايرور. ماشي، وهقول لك انا المسائل بتيجي على دي ازاي. فالخلاصه هو بيقول لك ايه، خلاصه الجزء ده اللي عايزك تعرفها، بيقول لك ايه، ان انت ما تقدرش تقيس كل من المومنتم والبوزيشن بتاع البارتكلز اللي في السكيل بتاع الالكترون ده فيري بريسايز، ما تقدرش تقيس الاثنين كويس قوي، لو قست واحده لازم الثانيه يبقى فيها نسبه ايرور كبير. يبقى لو قست واحده صح، لو حددت حاجه بريسايزلي الثانيه ما تقدرش تحددها. يعني انت بتضحي بحاجه على سبيل ايه؟ على سبيل حاجه. ماشي كده؟ زي ما قلت لك ان انت عشان تقيس مكانه بالظبط، ده الاجهزه اللي انت هتقيس بيها المكان اصلا هتغير لك مكانه. فانت رايح تقابله مش هتلاقيه. يا باشا ما انت عشان تحدد مكانه هو غير مكان. ماشي؟ فالقصه دي ايه؟ زي ما قلت لك ده بيسموه الانسرتينتي برنسبل بتاع هايزنبرج. مساله بتيجي ازاي؟ يعني مثلا يروح جايب لك عشان بس الناس تبقى ايه؟ يقول لك مثلا ايه؟ The speed of a golf ball الماس بتاعتها 0.045 كيلوغرام and of an electron is 95 متر بير سكند. بيقول لك عندك كرة جولف، عارف كرة الجولف؟ لعبة الجولف دي، الكرة الصغيرة دي البيضة دي. نعم؟ عارفها انت؟ تلعب جولف انت وشغل يعني. زمان وانا صغير. ماشي. فبيقول لك الكرة بتاعت الجولف دي بيقارن لك بين كرة جولف بتعتبر جسم كبير، كورة كده وإلكترون، يبقى دي الجولف بول وده إلكترون. هو عايز يعمل كومبيرنج بين لو عندك جسم كبير الأجسام اللي احنا بنشوفها كده، طب لو على السكيل بتاع الإلكترونات. بيقول لك الاتنين سرعتهم كانت 95 وهنا 95 متر بير سكند. طيب if the uncertainty in the speed is 2%، لو كانت ال uncertainty في ال speed 2% 2%، ال speed اسمها ايه؟ v. طب uncertainty في ال speed هنسميها دلتا v.
بتساوي كام؟ 2%؟ اه 2%. استيميت ذا مينيمم انسرتينتي في البوزيشن، عايز الانسرتينتي في البوزيشن تبقى كام؟ بتاعت كل كلا الجسمين. ماشي؟ عايز الانسرتينتي في البوزيشن. بص بقى عشان لما يجي لك مساله في القصه دي، طب انا مش عارف احلها يا باشا، ده هو قانون، هو قانون واحد ما فيهوش فكاكه صح. فانت ما هتشوف في الامتحان انسرتينتي يبقى هو ده ماشي، فما تتسابش يعني، حتى لو حلتها غلط بس انت حطيت القانون وعوضت فيه وبتاع فهنظبطك يعني، واخد بالك؟ انما تسيبها فاضيه اجيب منين؟ هنظبط فين ولا ايه؟ هنعمل ايه؟ مش عارف، واخد بالك؟ فايه يعني اقصد العيل الفتك في الكليه دي مش هو اللي بيقفل الامتحانات، لا ده انا لازم بص انا بطلع بدرجات من اي حاجه، عارف انت اللي بيطلع بمصلحه بمصلحه من اي حاجه دي، انا مش لازم اكون حل اللي مخليك ذكي. وانت انا مش عارف مضروبه في الانسرتينتي في البوزيشن اكبر من او يساوي الايه؟ الاتش بار، والاتش بار ده رقم. طب هو عايز المينيمم يبقى ايه؟ لما دي تساوي اقل حاجه فيها لما دي تساوي صح؟ يبقى انت مطلوب من سعادتك ايه؟ هات لي، هو عايز الدلتا اكس، يبقى تجيب لي الانسرتينتي في مين؟ في المومنتم صح؟ تمام؟ تعالى يا سيدي، هو المومنتم اصلا بيساوي ايه؟ المومنتم بتاع الالكترون مثلا بيساوي ايه؟ الماس في الفيلوسيتي صح كده؟ الماس بتاعتي بتساوي ايه بتاع الالكترون؟ 9.11 في 10 اس ناقص 31 في الفيلوسيتي بتاعته 95. مش انا المفروض هنا اشتغل ريلاتيفيستك ماس؟ اه سرعه صغيره جدا يا باشا، ده بص السرعه كام؟ 95. هتيجي تقسمها على 3 في 10 اس 8 اتس ناثينج، ده التربيع بتاعها كمان تمام. يبقى حضرتك جبت البي اي ده يطلع معاك بيساوي كام بالظبط؟ هقول لك انا، يطلع 8.65 في 10 اس ناقص 29 صح كده؟ كيلو جرام متر بير سكند. ده مين؟ ده المومنتم. طب عايز، هو عايز المومنتم؟ لا، ده عايز الانسرتينتي في المومنتم. ماشي؟ الانسرتينتي في المومنتم يبقى الدلتا بي عباره عن ايه؟ عباره عن النسبه مضروبه في المومنتم. طب النسبه كام؟ 2%. استنى بس، طب ما النسبه دي عباره عن الانسرتينتي فين؟ في الفيلوستي مش في المومنتم صح؟ طب ما هو يا باشا اصلا المومنتم عباره عن ايه؟ ماس في الفي. فدي